بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله تعالى حوج درس زنا الله زي خلق بحاجة زي خنته حجاج بح نحي جحنا. الله قدر متبي جوا قرآن بي سورة الحديد شيشتاين آية به هو الأول والآخر باية يي آيام يك أنا زال الله قدر متبي جوا من برتي زول إيغلوتم زليلا تفجوتم زليلا نتوينتا من برتي زول إيغلوت زليلا أحد الله زلتا إيلم كل شي بيكد الله متزو نارا سمي وادا چيم لأي واتا حيوم ايك ادوا احرم بتوا كنيتم عرشي وا كرسييم مي وادوفم چلم وا برنام ايروا ورحيم جنوا انسيم ملائكة تاچم طويا چم انجي وا قطيم احد خلقيم زنار به الله متزو نارا الله قدر متبي جوا سورة الرعد السراس الدستان آية به بايا قول الله خالق كل شيء يلم معنازو الله رسول زو محمد كل شيء ومز خلق أحد الله انتبل ما ام ديو بايا يي آيام در ياش لنا زال كل شيء ومزي خلق أحد الله زتانة وينتا الله قدر متبي جوا سورة آل عمران زحت أنا ساتان آية به بآية فإن الله غني عن العالمين يي آية ليم معنازو الله زي خلق او مخلوق زوبي روس سوزو حاجة يخون ميل بايتين تا حلو بي اغارد نيوكر اباتا چن هوي بسماي يم متنور يلزالاج مانا چن تيو كل زنام نوكانا نسارا چن تيو يي مسلمات امنتي التام مسلمات يي اينا امنتي بي بري انتيو لأي لزيد كيك ألا قرآن آياو يخالفال بايتين تا منو يخالفال بانا فإن الله غني عن العالمين أزوك السو يهودياج الله سميوا دچيو سدستيام بي خلق ايوما ساتان يام بي عرش لأي بي حج إلي حج زق بايا ما أتنفسا بايو يي أين أمنتي بيم مسلمات بري انتيو يي يهودياج بالوت زيوليم الله قدر متبي جوا سورة قاف ساسا ستان آية به وما مسنا من لغوب بايتي به دلقوت زيت سماء دلقوت زي بور دباما كم القدرة زالانتو التيوك ايو متنفس بيم متجيبل بيم زق بايتي بيم التاي بيم مخلوق زو دفن بيم حاجة زي خون قويتا كافرات وصفيا شوبي أوركو تقدر متبيجة تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا أزوكو تسو وحابيات الله سمي بي الله سمي وا دچي وخلق ايوما عرش بي تمچاچا متجي بلا بايو يي امنتي يهودياج بح دايا شوزان انتا اسحد زيوم سمي بحل يلالو اسحد زيوم سمي للا ايزو بحل يلالو ييم نساراج بح دايا شوزال امنتي زيونتا الاي قرب وهابياجوم الله مخلوق آج كل لم لأي زوبي
مخلوقات كله لهم لأي زيو قرب بحل يلالو أحد قرب زيوم عالم ومخلوق حقكت حفك أوما حل يلالو والعياذ بالله تعالى يكل فاسد زي تأمنت زيو كتاب زيو بي تكتب مزال انت الله قدر متبي جوا سورة الإخلاص 40 حرتين آية بي ولم يكن له كفوا أحد بايا يي آيام يكنا زال الله أحد أين أوجبهم خلق زوبح زيت ساسل نتوينتا مسلم تنجل زالما يي حمستي آياتات يخال في زال إيلو إحري إسحد أسؤاج من ليخ يو يخالفما الله لمثال ياشما عرشي واسمي واتاي موشلي جيبتالو قرآن وحديثو حجة موشلي مجيبت سيوخ من لا يخني قرآنو التبتي يدقاج زال موشلي مو قرآنو التبتي يدقاج زال موشلي مو قرآن وحديثو التبتي يدقاج زال موشلي الله سلامة يجنما فتنة زيبيس لتنا قرآنين التبتية تاب قلبي لاي يدقاج أميل أزوكسو حديثم التبتية تاب قلبي لاي يدقاج أميل يلي منتا الحافظ العراقي بايو وخير ما فسرته بالوارد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره إلى آخر ذو رواه البخاري يبايتيم الله زلتا أزل بأحد شئيم النارام بايتين تا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وإذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان رواه البيهقي في كتابه الأسماء والصفات أنت الظاهر بيتي إيم بيرو زال شيء كلوم الله زال نتو يكأن البيتين تا فليس فوقك شيء بيتين الله سبحانه وتعالى لا أيزو به أحشئيم حليلو يميش باميل بايتين تا وأنت الباطن بايتين حسابوت زيد قانا بايتين تا فليس دونك شيء بايتين تحيزو بهم أحشئيم حليلو يميش باميل بايتين تا إمام البيهقي يي حديثو الله التايب لاي زال نتلي حجة لكيك ألو بايو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إصباح التوحيد به يتاوق زالو رسول صلاة وسلامة ينبر بيو علم بزليكيو أزوك السو أمتيلي عالم زوزايو أزوك السو رسول أنا مدينة العلم وعلي بابها آن علم لي جايزين تن علي بارزون تيو بايت بي علم بي لاك درجة زالي نتو زكيب ليو وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان على خلاف قول من زعم من الهشامية والكرامية أنه مماس لعرشه وقد قال أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته لا مكانا لذاته وأجمعوا بيت تيقلة يم يكنا زال أهل السنة والجماعة علماء أجلي لاكي أجسيو إجماع أشو بايتين تا
يم أحد خلافهم بلاي قجبة تكاحل بيتينته على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. الله قدر متبي جوا التاي بحليلو روسوزو زي ميش بانت ولا يجري عليه زمان يبايتين إيجالوت زليلة بايتين تا زمان زيتين واوتبا زمان زخلقة قويتان تا إيجالوت زليلة قويتاو مچي نارا يلوما يتحيب روميل مچي يلوما يتحيب روبي أوركوتا زي قدرما زيتبيجان تا الزوكوتيت التايو زي خلق اقويتاو عايدة بحالي لوما يتحي بروميل هشامياج وا كراميياج زي مسليو الله عرش بحال بايت زيوما خالق لي التاي موش زيو بات القول انت كفر انت امام علي الله ترادي يخني بيوا بايو الله عرشي وزخلك ايو قدر زو فراكوت زو بيان يشبال انت بلاي التزولي التاي يقول لكو تليم التا الزوك السو بايو الله نارة التاي زل نار به أخام التاي بلاي حل يوم ألفا وأمت بيك أتزموتو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر محمد البغدادي الأسفرائيني التميمي الفرق بين الفرق يلزال كتاب زيبي أغازلنا يي كتاب بي أهل السنة والجماعات أمنتيو واندالات كلهم زرزر بي قرآن وحديث زخالفو قلتما كيكالو إمام الشافعي و ألاي إمامات زايو مكيك اللي وقت إيلانيوم باشنارة حل به هانم يوسف ساي أزياج زايو أخاش برقا يخم بشال بلاي رقام يخم لشيل أزياج زايو مسبن حيجا أبو حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي رضي الله عنه قال في الفقه الأبسط ونقر بأن الله سبحانه على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة واستقرار عليه وهو حافظ العرش وغير العرش من غير احتياج فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوقين ولو كان محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا إمام أبو حنيفة حنفي مذهب له إمام زيتيو سوت السرطان هجري بي زيت ولدو ساتي صحاباج فهم زيت راؤو تابعي زيتيو فقه الأبسط كتاب زيوبي بايو الرحمن على العرش استوى يلزال آيو نسبتانا الله سبحانه وتعالى أرش بحاجة يخنالم زلان بي أزوك السو عرش لا أي بي أرقزام زلان بي أحد الله انت عرشيوم ألاي مخلوقاتوم حاجز الخان بي يبي يكير حي حل الله حاجة يخن زال ينبرقر عالم متريخبوم تدبير موشام مخلوقاتكوت زل فركام متجيب الوامر قزبي حاجة يخون زالين بريقر عرشي وإمي خلقا عايدة بيخنارة يلولينتا عرشي بحلوى عرشي بيدجيب لال يلوبي الله أوركو تقدر متبيجا قال الإمام الشافعي رحمه الله هو
أنه تعالى كان ولا مكان فخلق المكان وهو على صفة الأزلية كما كان قبل خلقه المكان لا يجوز عليه التغيير في ذاته ولا التبديل في صفاته. في كتاب إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، إمام الشافعي رضي الله عنه بايو الله قدر متمي جوا التاي زل نار به نارا التاي إسخلك أو بحرم التاي إمي خلق أزل بزنار به وصفات صفات به حل الله أتزو يثني واوتي يميج باميل صفات زوبيم متني واوت أميج ميل أزوك السو إمام شافعي بايو المجسم كافر يباي تيم الله قام تيل زال التانم الله قام بيت رحزال كافر تبايو يم الإمام السيوطي كتاب زيبه أغازلنا كتاب زوم الأشباه والنظائر الزكسو إمام شافعي بايو من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر في كتابه نجم المهتدي ورجم المعتدي ابن معلم القرشي كتاب زيبه أغازو بايت انت الله عرشي تجيبلا بايتيو الله عرشي بي تجيبلا بايتيو قلبي زو بزيك آترا التانم زمنا يكفرال الزوكت زو إمام أحمد ابن حنبل بايو من قال الله جسم لا كالأجسام كفر رواه عن الإمام أحمد أبو محمد البغدادي صاحب تشنيف المسامع إمام أحمد بن حنبل بايو الله كاما كام زي مسلنت زايا كفرا الإمام أبو جعفر الطحاوي حيو جدير سلف إمام بجيح كتابك ينبر يمام أوركت عالم بيج أحزات كتاب زيو عقيدة الطحاوية بايت بيت التاوكات هي كتاب مسلمات ما بين بي بجيح زي السراج تلي بايتي بجيح أهل السنة علماءات شرحي آشو أزوك السو أهل السنة سنبي مسيتر يخش زالو وندال لزي تيو كبير مسولاتهم شرح يا شولي جيبتو أحد أسوم أفزاج أما إمام الطحاوي زلقوغ بحلو التانم باطل تيوزايا إيلم العقيدة الطحاوية يلزى الكتاب زيو زيغلو ساء هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين يي كتاب أهل السنة والجماعة أمنتيو بيان أشبا زاخنتا بايو أبو حنيفة وصاحبات سيو أبو يوسف القاضي الزوكسو محمد بن حسن الشيباني زناربو فز أمنتيو إك لبحخ بايو إمام الطحاوي أبو حنيفة وصاحبات سيو من لمك إيك اللي ملحو سبب زوم أبو حنيفة سات صحابات بح إيم بزترا ولي بايتي أزوكو السو صحابات بزلمدات ما
دين علم بكرو زالياش بي بجيح زي لمدو لبايتي صحاباتهم زيت على لدينو رسول زيني بي زيناسو لبايتي ييت علي لدينوهم نزيف سو أبو حنيفة زلمدو لبايتي يدين أماناهم أردوي جاش سيولي زغازو لبايتي إمام أبو حنيفة لاكي إمام نتلي مكيك اللي ملحو. قال الإمام الطحاوي تعالى أي الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا يحويه الجهات الست كسائر المبتدعات يبايتيم الله قدر متبي جوا حد حليلو به كامن تيلو به متبورتياج حليلو به ركنياج حليلو به قدير قدير كاماج حليلو به تيت كاماج حليلو به تيت محواش بيتنا فعل يلو به أوركتا قدر متبيجا سدستي قربتياج بيم ألاي مخلوق أجكت حليلو به قدر ما تبيجا سدستي قربتي بايتين لأي تحي إيك أدوا إحر كل كنيتوا كل بيتو بايتين تا إن شاء الله تعالى إتخيتل زال درس زنيام باد زنيا علماء عاج وريك زمان به ميقل زقازلوناو إن شاء الله نحيجانا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم أمان بوالو.